بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات والدعوات الطيبة، الرقية بالقرآن أو بالدعوات الطيبة، يقرأ بالفاتحة، بآية الكرسي، بغيرها من الآيات، قل هو الله أحد، المعوذتين، بغيرها، هذه الرقية الشرعية، أو بالدعاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثقة بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقوله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، أن كل شيء له شفاء كما قال صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد، الموت. ثم قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أخي أن تبتلى في بدنك وتمرض وتعاني وتلقى الله طاهر مطهر من خزعبلات وشركيات، خير من أن تلقى الله وأنت متعافي وبعت دينك بأبخس الأثمان. وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور.